حمزه كنظن بان المقابلات الان في الايقاع ديال رمضان ماشي هو في الايقاع ديال الافطار، يعني كتكون شويه ديال التقوليه بالنسبه للمعده، لان مع الاكل ما كانش في زمان دو طومب بالنسبه للهضم. كنظن هذا كان حاجز. والحاجز الثاني حتى نفساني كي كتلعب مع فريق اللي هو ما متعمق في الهزائم، كتدخلوا انت يعني بحال اللي كتقول مقابله سهله وكتطيح في الفخ. هو اللي وقع لينا في الشوط الاول، حاولنا نطرقوا هذا الشيء في الشوط الثاني. والدراري استوعبوا الوضعيه، ولا لاحظتي انه كان الشوط الثاني مختلف على الشوط الاول، هو اللي مكننا باننا نديروا ايقاع. كنظن بان باقي عمل كبير للمستقبل، لان ماشي هذا هو الفرق اللي كنتسنى حنا، لان خصنا نتسناو اننا غنلعبوا مع فرق اللي هي قويه وعندها تسانيد لاعبين مجربين. حنا كنعملوا في صمت ونخدموا ونسال الله تيسير. سي عزيز، نتكلموا على اللاعب السربي اللي استقطبتوه في هذا الاسبوع ودخل اليوم في المباراه وكان من اللاعبين الاساسيين وعطى العديد من نقاط فريق مراكشي. كنظن بان كاول مقابله للاعب السربي ما كنتش تحكم به، ولكن كنظن بان حسن الحظ عطى واحد الاداء محترم بين المستوى اللي حنا كنا كنتوقعوا منه. كنظن بان غادي يخصو شويه الوقت باش يتحكم تكتيكيا مع الفريق ويعطي لمسات اكثر، وهذا كله في مصلحه الفريق والنتائج. فيما يخص المقابله ديال اليوم فريق الوداد البيضاوي، كان صعوبه في الاول باش نكون نتاقلموا مع المقابله في الربع ديالها الاول وربع ديالها الثاني، لانه كيف تعرفوا فريق الكوكب اليوم مع الانتصارات السابقه جميع الفرق كتجدي عليه وجميع الفرق كتجدي الطريق عندنا راه كلها شائكه. الطريق عندنا راه غير معتمد بالنسبه لسمو، لانه خصنا خصنا نبقاو رجلينا في الارض ونجدوا المقابلات ان شاء الله اللي جايه، ونعرفوا بانه راه اي فريق خرجنا عنده الا راه تيجد علينا وتيضرب لنا الف حساب. فيما يخص النتيجه كيف قلت لكم اللاعبين عندنا ابتداء من الربع الثالث والربع الرابع دخلوا في المقابله الحمد لله وابلوا البلاء الحسن، وكانت النتيجه كيف شفتوا صار لجميع مكونات فريق الكوكب الرياضي المراكشي. حنايا في هذا اليوم كنفكروا على سعادتنا وفرحتنا، لان تنشوفوا فريقنا غادي لقدام وعنده اغتصامات لقدام وعنده واحد التراجيكتوار اللي قابتها ان شاء الله ما يكون حتى التعثر. ولكن ملي تكون الاساس، ملي تيكون الاساس مزيان، تيكون الناس المسؤولين مزيانين واقفين على شغلهم، ومنين تيكون التكوين في المستوى والمكونين تا هما في المستوى تتكون النتيجه. فهاد الناس ماشي خدموا غير اليوم، هاد الناس سنين وهما تيخدموا، لا السي عبد الحق كوسير ولا السي جندوب ولا الناس كلهم في المكتب. هاد الشيء ما تيخليك غير تخدم، ويخليك انت كطبيب تخدم ليل ونهار مع الفريق وتعطي كاع اللي عندك كاع جهدك. علاش؟ لانه تتشوف كاين مستقبل وكاينه طريقه سواء ديال الربح سواء طريقه ديال التسيير. انا كنشكرهم بزاف اللي عطاوني هذه الفرصه باش نكون في هذه المهمه ديال الطبيب. انا بالنسبه للفريق فكنتبعوه لانه فريق محترف وفي عد كله في محترفين من صربيا، من كاينين من امريكا، كاينين من اوروبا. دونك تيخص كل واحد فايق وفيجيلون، يعني الواحد منتبه كثير، الطبيب كثير، ويكون على مر الساعه مع هاد الناس، لانه مسؤوليه كبيره. في رمضان كاينين الناس اللي معنا اللي تندير لهم برنامج وتنتكلموا معاهم واش يمكن ياكلوا وكيفاش يديروا. على كل كاين المدرب الطاقم التبي اللي معايا، ناس اللي واقفين على شغلهم حتى هما، وكذلك المسؤولين والمدرب وحتى قول كاع الطاقم الامتعه، كل شيء مزيان وكل شيء واقفين ما مخلينش من جهدهم. وتنتمنى رمضان كريم، وحنا شحال هادي شفنا هاد العدد الانتصارات، ماشي واحد الفريق يربح عدة فرق كبيرة، سلا الجيش الصويرة، دابا اليوم الوداد. فهادشي ما يمكن غير تنشكر الإخوان اللي معايا
كلهم اللي معايا في الفريق، لانه منحنا السعاده بمن فيه من اللاعبين والمدرب، وتنتمنى لكم رمضان كريم.